الله يجازيك بخير السي الحموشي. الا كان ممكن شي التفاته لهذا الموضوع ديالي، انا بلي تنتهدد انا والعائله ديالي، انا عندي 3 وليدات اللي عمرنا ما كان عندنا شي مشاكل مع اي شخص في حياتي، عمرني ما ما ما, ما دخلت لشي دائره الشرطه غير باش نصيب البطاقه الوطنيه ديالي، عمرني ما دخلت المحكمه. من بعد مباشرة مع داكشي ما عرفت واش بغاو يرهبونا، بغاو يخلعونا يخوفونا، تنهضروا على حقنا. دونك كنا كنهضروا على حقنا، تنهضروا حنا ونسيت على ان داك حقنا، راه كيقول لك اللي يسمح في اللي ضروا الشيطان غروا. دونك المحضر اللي درنا الان من بعد جزء القضاء صنفوا على انه هاتك عرض قاصر بدون عنف. دونك كنت مشيت عند السيد وكيل الملك اللي بالدور ديالو عطى الامر للضباط الشرطه القضائيه اللي داروا تحقيق مع بنتي، داروا لها محضر ديالها، داروا لها مواجهه مع المدعى عليها ومشات القضيه. دابا راه القضيه باقا تدور في المحكمه. الناس يقول لك حنا شرينا في الكراج، حنا شرينا على اساس اننا حنا شارين عندنا بلاصتنا في الكراج. الغالبيه انا تنقول الغالبيه ان الاخرين كاين شي واحد اللي مثلا باقي عمري ما شفتهم، الناس كاينين في الخارج، كاين واحد 3 الناس اللي عرفهم انا في الخارج لا ميم شوز، قال لي راه حنا شارين بالكراج. واحد السيد هو ساكن هنا عنده شقه هنا ولكن خدام في مدينه اخرى، قال لي لا ميم شوز. دونك كاين شي حاجه اللي ما مفهوماش، سمعتي؟ مي انا هضرت على راسي لانني انا عندي عطيت الفلوس على اساس هذيك البلاصه في الكراج. يمكن انا تسرعت في الاول، قلت الوكيل العقاري والمقاول انا زعما عندي مهمه هذيك البلاصه في الكراج، هما استغلوا هذيك التسرع ديالي وهذيك الهفه ديالي على الكراج، وقالوا راه باغي الكراج نزيدوا عليه، فهمتي؟ هادشي اللي فهمت انا من بعد، نزيدوا عليه. هو راه غادي من بعد غادي يصطدم بالامر الواقع، وغادي يشوف الجيران، وغادي يشوف غادي يتفاهموا مع السنديك ولا يشوف شنو غادي يديروا. وزادوا عليا، انا قدمت شكايه ضد المقاول، وقدمت شكايه ايضا ضد الوكيل العقاري. دابا راه نورمالمون الدوسي راه في يد رجال الشرطه اللي كلفهم السيد وكيل الملك بالبحث. دونك باقي ما كاينش دابا عندي شي نتيجه لهذا الشيء. وكما قلت لك علاش ربطت انا المشكل ديال بنتي مع هذا المشكل هذا ديال الكراج، مع ان نورمالمون الا فكرتي منطقيا تقول هادشي بعيد على هذاك الشيء. مي انا تن هذيك السيده اللي مدعى عليها اللي دارت لبنتي داك الشيء عندها علاقه مع السمسار، مع هذاك المقاول السمسار الاخر، ماشي اللي شريت عن طريق ديالو، هذاك ما تعرفهاش، على السمسار صديق ديال المقاول، وتعرفوا المقاول وديما كيجلسوا معاه. علاش قلت لك انا تهديدات؟ لان هاد المدعى عليها بنفسها مؤخرا تهدات علينا انا والزوجه ديالي، وصدتنا بواحد الفاظ اللي نابيه وسباتنا، ما خلات ما درت ومشات، ودرجه انها مشات دارت بينا شكايه عند الدائره ديال الشرطه بتهمه اننا حنا تعدينا عليها، ومشات دير شهاده ديال طبيه، فهمتي؟ بارونتيز راك عارف الشهاده الطبيه كيفاش كيطرى داكشي، دارت شهاده طبيه وعندي شهود انا شافوها مع شكون يداها باش يدير لها شهاده طبيه، المقاول. لا ما كاينش تواصل، ما كيجي عندنا، ما تيهضر معنا، ما تي بحال الا يسون فو كاريمون، تيقول يمكن عنده ما عرفتش، ما تنفهمش انا. واحد تطلبي ليه تطلب منه يلبي الدعوه ديالك هذه، تيقول ما كاينش، ما حتى لا التليفون لا يجي عندك لا والو، حتى شي حاجه يصيفط لك شي واحد ولا هذه، ما كاينش فعلا. هادشي فاش طرا البنت ديالي المشكل ديالها وبدينا تنهضروا، هذاك الشيء علاش نربط موضوع، لان من بعد مباشره مع داك الشيء ما عرفت واش بغاو يرهبونا، بغاو يخلعونا يخوفونا باش حنا نتنازلوا على كاع الطلبات ديالنا، لا فيما يخص المرآب، لا فيما يخص هذيك المدعى عليها. جا المقاول هدد المدام ديالي بهذا اللفظ هذا، قال لها اقسم بالله على العظيم ما تنكذب، قال لها غنعطي عليك 2 مليون وغنصيفطك للسجن ديال تولان، غنصيفطك لتولان. قال لها الا ما بعتيش منا، الا باسكو حنا
تنهضروا على حقنا، دونك كنا كنهضروا على حقنا، تنهضروا وحنا اونسيست على ان داك حقنا، راه كيقول لك اللي يسمح في اللي ضروا الشيطان غروا، دونك كنا كنهضروا على حقنا على اساس ان احنا تنهضروا مع ناس حضاريين، لقينا راسنا في تهديدات الناس ماشي حضاريين كاع. ومنين هدد المدام ديالي قال لي راه قال لي راه عطاها لك 2 مليون وصيفطك للحبس، بقات تما تقريبا واحد 6 سوايع، قالوا لي راه الناس بما فيهم المقاول اخ ديالو السمسار اللي الرفيق ديال هذيك اللي المدعى عليها والاخ ديالو بما بصحبه المدعى عليها حتى هما هذو كلهم داروا شكايه بالزوجه ديالي على انها تكرفصت عليهم وتعدات عليهم وغوتات عليهم وضربتهم. شخص واحد مراه واللي المراه مسكينه مريضه اصلا، تعدات على 5 ديال الناس، حتى شي واحد ما قدر يصورهم، حتى شي واحد ما يقدر، 5 ناس واحد يعدي يضربهم كلهم في دقه واحده. فهمتي تنقول لك، وجابوا لدرجه انهم جابوا واحد 2 شهود قال لك هادو هما الشهود اللي راه كانوا، هادوك الشهود عمرنا ما شفناهم في حياتنا، ما عرفت منين جايبينهم، دونك بغاو يلفقوا. الحمد لله حنا عندنا ثقه في القضاء، دونك السيد وكيل الملك مشكور والشرطه القضائيه مشكورين، لان هادوك الناس راه ماشي هرجوا وتحطوا في هذاك الموقع، ربطوا شي بشي وعرفوا بان هذيك الشكايه ما هي الا شكايه كيديه، والدليل على ذلك ان هذيك الشكايه اللي داروا بالمدام ديالي بالزوجه ديالي راه مشات ماشي تحفظات ولكن صيفطوها لقضاء القرب، وقضاء القرب اللي كما كيعرف كل شيء راه ماشي بان هذيك الشكايه راه غير مهمه، وداروا لها بان السب والشتم غير العلني، هادشي اللي داروا في الشكايه. سي الحموشي الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالدين، حنا ناس بساط، حنا مواطنين مغاربه اللي عمرنا ما كان عندنا شي مشاكل مع اي شخص في حياتي، عمرني ما ما ما, ما دخلت لشي دائره الشرطه غير باش نصيب البطاقه الوطنيه ديالي، عمرني ما دخلت المحكمه، حتى جيت لمدينه مكناس. الله يرحم الوالدين، الله يجازيك بخير السي الحموشي. الا كان ممكن شي التفاته لهذا الموضوع ديالي، انا بليت تنتهدد انا والعائله ديالي، انا عندي 3 وليدات، عندي الزوجه ديالي، حنا عايشين في افتقارنا، بغينا غير نعيشوا في عيشه هانئه. الحمد لله انا كنت عايش مزيان، انا خدام الحمد لله، ما عنديش وما خصنيش، حتى صدقت في الدوامه هذه ما عرفتش شنو طرا، بحال الحياه ديالي تقلبات. دونك الله يرحم الوالدين الا ممكن شي التفاته وتشوف تنظروا في الموضوع ديالي، والله يرحم الوالدين، والله يجازيك بخير. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.